صباحكم الله بالخير. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. سوق الطيور مدينة نعام وقصيم بريدة، ما شاء الله تبارك الله. بعد صلاة الفجر مباشرة أبدأ السوق على طول. بسم الله، السوق يبدأ بعد صلاة الفجر مباشرة. طبعا هنا هذه ساحة الجملة كلبو السحر الحراج والحراج، هذه السحر تشوفون أمامكم كلها ساحة الجملة. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم ارزقهم، اللهم ارزقهم، بارك الله. ذولي كم صلاة؟ نعم. على كم ذولي؟ الحبة على 30 بياض. بياض، كم عماره؟ يعني فوق 8 شهور. 8 شهور، يقولوا حبة من 30. ما شاء الله تبارك الله، الحبة من 30. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. تدرون وش الديوك ذولي ولا ما تدرون؟ هذول الديوك حقت مشروع، اللي يعرفهن يعلمنا. هن حقت مشروع لكن من نيل جن، يعني اللي بيشتغل عليهن راح يعين خير. الديوك اللي قبل شوي ما شاء الله تبارك الله، يرزق اللهم يرزق. هذول كم وصلان؟ صلان 12 جملة؟ ما شاء الله، الحبة من 12 وصلان؟ ما شاء الله تبارك الله، يقولون وصلان 12، الحبة من 12. كم أعمارهن؟ تقريبا أعمارهن 3 شهور، 4 شهور. الله يرزقهم. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. هذول على كم وصلان؟ 11. 11 جملة؟ ما شاء الله. هذول وصلنا على 11، كم أعمارهم؟ 3 شهور. ما شاء الله، الله يرزقهم، الله يرزقهم، ما شاء الله. على كم وصلنا ذولي؟ كم وصلنا يا رجل؟ كم؟ علمنا ابن حنحنة بروح، ما سيمان؟ الله يرزقنا وياك، ترى هذا رفيدي ذا. هذول على كم؟ 26. هذول يقولوا وصلنا على 26. بياض هذول، ما شاء الله تبارك الله. السوق اليوم مشعل السوق. السلام عليكم. على كم وصلن ذولي؟ الجوز ما شاء الله. كم عماره؟ ما شاء الله، يقول على 15 وصلن عمارهم شهرين. ما شاء الله، الجوز ترى 15. ما شاء الله تبارك الله، اللهم ارزقهم. تونا ترى السوق بدايته يعني، ما شاء الله تبارك الله. هذه ساحة الحراج، اللهم ارزقهم، ما شاء الله. كل ذولي دجاج. هذا كم وصلن؟ كم وصل؟ 14. الحبة؟ الحبة ما شاء الله تبارك الله. جملة؟ ايوه. كم شبك؟ اللي انت عايزه، عايز كم شبك؟ ما شاء الله تبارك الله، يقول اللي انت عايزه. هذول كل بول من 14 حب. ما شاء الله، اي قبعه عربيه، ما شاء الله تبارك الله، اللهم ارزقنا. عند علي ساكن، يقول اللي انت ابي الشب الحب من 14. هذول بشائر، هذول رومي ما شاء الله، ما ادري من عنده. هذول كم وصل الرومي؟ ما سيمان؟ ما شاء الله، ما سيمان. ترى هذه ساحة الحراج كلها، الساحة اللي تشوفون هذه جملة، كل هذول حقت الحراج بالجملة هنا، كل ذولي انتم تشوفون ما شاء الله تبارك الله، كل حراج ما شاء الله تبارك الله. اللي بيشري جملة هنا، حمام، دجاج، بط، اللي انت تبي، الله يرزقك ما شاء الله. دجاج اليوم اشوفه مليان
أو السوق مليان دجاج بشائر بمعنى أصل. فهذولي بشاير، هذولي بشاير. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. السلام عليكم. البيض ضام مخصب الأكل مائدة. صفار ولا صفارين هذا؟ ما شاء الله تبارك الله. ما جبت شيء تفقيس؟ هذا ابو صفرين وتفقيس. ما شاء الله يقول التفقيس بعد 3 أسابيع. اللي تجيب تفقيس لاحم صح؟ ما شاء الله. ايه الروس الابيض. الله يبارك لك، الله يبارك لك. هذا يقول بعد تقريبا 2 أسابيع أو 3 أسابيع بيجيب البيض ابو صفرين. الله يبارك لك، الله يبارك لك. هذا ابو عبد الله يبيع بيض. هذا اكل، هذا صفر واحد، وعاده يجيب بيض ابو صفرين. كذا مره صوره تشوفونه ويجيب بيض اللاحم الروس الابيض 308 يبيعه. الله يرزقنا وياه ان شاء الله. هذيك الساحه حقت الطيور المغرده يبدا الحراج، لكن لحد الان ما بعد بدا الساحه هذه. ان شاء الله هذول وز حرجون عليهم. ما شاء الله تبارك الله. كم طعن يا كم عندوها؟ حراج. ما شاء الله هذول يبي مزرعة، هذول صار عندك مزرعة اطلقها يا رعاة. ما شاء الله تبارك الله. هذه مشت روح حتى الان يحرجون عليها ومنزلين. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. طيب اطعمهم ولا خلاص؟ ما شاء الله. غالبيتهم فواتح ذولي. ما شاء الله تبارك الله، الله يرزقه. كم وصلن ذول يبا؟ 7. على 7 الجوز؟ ما شاء الله. يقول على 7 الجوز. ما شاء الله تبارك الله. الله يرزقنا وياه. الساحة حقت الطيور المغردة المتكلمة. وبغوات. خلينا ننتبه. كل السهل حرج. So
السلام عليكم. عندك الوزيب ها؟ على كم؟ الجوز على 260 ها؟ ما شاء الله. الجوز على 260 الله. ما شاء الله. تبارك الله. الله يرزقنا. هذا الأبيض. هذا البكين. وهذا الحبش. ما شاء الله تبارك الله. هذا الحبش. ما شاء الله. ما شاء الله. هذا كم هذا؟ جوز؟ يقول من 40 الحبة. هذا الحبشي. هذا حبة من 40. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. شوف الصيف الدجاج اليوم اشوف انه نشيط سعره. الدجاج ما شاء الله على 30 28. شو الوزن؟ ما شاء الله. كم وصلن ذول يبا؟ كلهن؟ ما شاء الله تبارك الله. يقول يسامن 410 كله سوم. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. ذول على كم ابو عبد الله؟ ما شاء الله تبارك الله. الله يرزقنا وياك. البشاير هذا لينك. ما شاء الله تبارك الله. هذول يقول جملة على 10. الجوز من 10. وهذول البشاير على 20 ها؟ حبة؟ 20 ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. والبيض هذا ملقح ولا عادي ذول أكل؟ أكل أكل. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. ألوان فواتح. ما شاء الله تبارك الله. كبير يا ولد. الجام. ما شاء الله. الله تبارك الله. هذول على كم؟ كم؟ بيع كم؟ كم بيع؟ الله يرزقنا وياك. ما شاء الله. الله احجام ممتازه تركيات باين عليها. على 30 وعلى 35. ما شاء الله. ما شاء الله. بدنا نشوف الوز كم صار. كم وصل الوز؟ الجوز الحبة؟ ما شاء الله تبارك الله. قال السوم مسيم لكن يقول حدين الحبة 180. الحبة 180 حدين. ما شاء الله تبارك الله. الله يرزقنا وياهم ان شاء الله وكل مسلم. ما شاء الله. وانا اللي ابي دجاج مات طربوش. هذا اللي هنا. دجاجة مشروع اللي هنا يسمونه القهرن الابيض هذا اللي هنا. شوف شكلها طلعت من بطاريات ذولي. شوفوا طلعت من بطاريات ذولي لانه لو بنظام ارضي تربية أرضية تلقى سقومه هنا مقصوصة، بس هذول نظام بطاريات والعلم عند الله. نظام البطاريات دائما هو اللي ما يقص الزقم. النظام الأرضي التربية الأرضية هي اللي يقص الزقم عشان ما ياكل بيضه. عين الله. الله يرزق الجميع. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. كم وصلن ذول يا خال؟ كل ابوهن ما شاء الله. يقول وصلن على 13 الحبة. ما شاء الله بشائر. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. وريكم ديوك.
هذول اللي بيشتغل عليهن ممتازات جدا. شوفوها هذول ام خالد اول مره تشوفون سيدا صح؟ ترى هذول حقات مشروع ذول ديوك، هذول حقات مشاريع الديوك عرف فراوله ما شاء الله تبارك الله. شوفوها كم؟ ها؟ على 15 ذولي على 15 الحبة. شوف العرف ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. اللي عرف بهن هذول ديوك، لكن يبي لنا احد فاهم ذولي اللي يفهم بهن يقدر يطلع منهن اشياء جدا ممتازه. مشينا الله يرزق الجميع ما شاء الله تبارك الله. السوق اليوم ممتاز اليوم بالنسبه للدجاج، انا اتكلم بالنسبه للدجاج يعتبر زين السوق. اللي بترزق الله زين السوق ما شاء الله. طبعا السوق اعلمكم شيء يبدا بعد صلاه الفجر، موقعه القصيم بريده مدينه الانعام، بعد صلاه الفجر مباشره يبدا السوق على طول، ثم عاد الى الساعه تقريبا 8 يبدا، ما نقول يبدا ينتهي خلاص يروحون غالبيه الناس، لكن اللي بيجي من برا وبيشري لابد انه يجي بدري يعني يلحق على كل شيء يبيه. وفيه في ناس يجون ترى من خارج منطقة القصيم يشرون، ترى يشرون وعلى طول يمشون، ما تيجي الساعة 6:30 لهم ماشيين، وأحيانا قبل 6:30 بعد. يعني السوق مثل ما قلت لكم ينبئ أنه راح يكون بشتة غالي، يعطينا يعني نظرة ممكن بشتة يرتفع. اليوم وصلنا على 30 وعلى 35 وشيء ينباع على 28، لكنه يعطينا يعني تنبؤات انه راح تكون ممتازه السوق باذن الله. تحياتي لكم، شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى اللقاء.